السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع ارتفاع أسعار الوقود، أصبح العديد من أصحاب السيارات يشتكون بخصوص ارتفاع الاستهلاك لسيارتهم. واليوم سنقدم لكم بعض الأسباب التي تؤدي إلى استهلاك مرتفع من الوقود والتي يمكنك تجنبها. أولاً، تأكد من سلامة سيارتك ومن حرارتها، ويجب أن تكون الحرارة متوسطة وفي مستوى معقول، بحيث لا تتعدى 90 درجة. لأن ازدياد حرارة المحرك أكثر من اللازم يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 10%، وكذلك الحال بالنسبة لمن ينزع الترموستات من محرك سيارته والحرارة الموصل بها بين 70 و90 درجة. ثانيا، رقب زيت سيارتك باستمرار. فالزيت الخفيف جدا يستهلك نسبة من الوقود تقدر ب 3%، ولهذا عليك بتغيير الزيت قبل وصوله إلى هذه النسبة. ثالثا، الإطارات، وهي نقطة حمراء لمن يعانون من استهلاك كبير للوقود. فالإطارات الغير ممتلئة تستهلك نسبة أكثر من 70% زائدة من الوقود، فهي تبطئ السيارة وتسبب مشاكل كبيرة لمحرك السيارة، لهذا انتبه لهذه الملاحظة. رابعا، الطرق الرملية ترفع الاستهلاك أيضا. خامسا، أفضل الطرق التي يكون فيها الاستهلاك مناسب هي الطريق السريع، وينصح باستعمالها لتجنب الأضواء والزحام. سادسا، تجنب الضغط مباشرة على دواسة البنزين بعد التشغيل، وأفضل طريقة هي الضغط تدريجيا للحفاظ على محرك السيارة. سابعا، يفضل استعمال نوافذ السيارة بدل استعمال المكيف داخل المدينة، لأن استهلاك الوقود يزداد بنسبة 20% داخل المدينة ويقل إلى 3% على الطريق السيارة. ثامنا، أفضل وقت لتزويد الوقود لسيارتك هو في ساعة الصباح، لأنه خلال الليل تكون كثافة الوقود ضعيفة لأن الأرض تبقى حارة، أما في الصباح تكون الكثافة عالية لأن الأرض تكون باردة. وينصح أيضا بألا تمنع الخزان حتى آخره أثناء ضخ الوقود. تاسعا، تأكد دائما من تغيير الفلتر والشماعات عند الإحساس بتصغيرهما، لأن نسبة الوقود المستهلكة تزداد بنسبة 20%، وخاصة في حالة الازدحام والاختناقات المرورية. عاشرا وأخيرا، لا تدع سيارتك في أماكن تتعرض بكثرة للحرارة وأشعة الشمس، ويستحسن تركها في كراج لأنه تسبب تبخر نسبة من الوقود بفعل الحرارة. والسلام عليكم ورحمة الله.